باهي. هذا الموتير ركبناه له الكوسينيه وركبنا له بيلا وقفصناه في بعضه باش نشوفوا السركوين تاع الزيت متعدي مريقل منظم ولا لا، باش نتهناو عليه قبل ما نركبوا السيلندر. باهي عن هذيك البيز الظريفه هذيك هاي كنشاهدوا فيها الداخل هايكا فيها نقبه جيده. هذيك اش تعمل؟ هذيك هذيك الطش، الطش الواحد السيلندر والبيستون، طش السيلندر من الداخل تبدا ديما تغسل فيه بالزيت. انا جيكلير هذايا شفتوا هذايا هاو يتحل ويرجع، هذاك على الحساب يمشي على حساب يكون مثلا عنده نمره معين 50 60 فهمت كيما جيكلير نتاع ليسونس. هذاك باش يعدي السيركوين لاربروكام ولا الكلبيترات باش يقرس لي زورغان فوق في الكلاس. هذاك كي نوسعوه تو انا شكون نوسعوا برشا، كي توسعوا برشا يولي الزيت ما يمشيش مليح للكوسيني البيالة ما يتعدلش مليح. باهي البيالة شاهدوا فيها تو كيفاش طيح، سايبها طيح. اذا بعد كيفاش نعرفوا الزيت؟ وما يخرجناش الزيت في الجناب، نعرفوا البيالة اللي ولات قاصحة ما عادش تدور. باهي كيفاش نعرفوا الزيت داخل الكوسيني؟ تو باش نشوفوا باش ندوروا الموتير وهو محلول هكاك. صبينا له شوية زيت باش بالديمارير باش ندوروه. باهي حط بسم الله، حط لهنا سن سن برا اوكي الزيت خارج عن الزيت قاعد يطش في الشميز والزيت خارج من هنا خارج الكلاس تهنين عليه. باهي بالنسبة للبيالة، البيالة تعدلها الزيت، تعدلها الزيت هايك هايك وقفة اصل لا تفرج معبي بالزيت البيالة تهنين عليه. الكوسيني كيف كيف عن هنا البراويل من حينها البراويل منحية سرقت شوية زيت باهيس معنتها كاكا تهنينا عليه الموتير. والزيت ماذا بينا يكون زيت 5W40 5 معناتها الزيت يكون خفيف بالنسبة للموتير. فيه كوسيني ماذا بينا نحطو زيت خفيف محطوش رزين، الرزين يرزل فيه يرزل بيه الموتير